السلام عليكم، تحية طيبة إلى كل الأصدقاء الكرام، تحية إلى كل المتابعين قناة سليم آر. اليوم راح نعود الفيديو دائما مع الأصدقاء الكرام. رانا الآن في المدخل تاع قرية الخندق اللي حكينا تقريبا نشرتها في الفيسبوك. يعني هذا طريق ترابية، الطريق الترابية هذه مليحة للسيارات، وان شاء الله راح نتبعوا الفيديو باذن الله تعالى. تبعونا لكن ما تنسوش دعمونا بلايك، واللي ماهوش مشترك في القناه يدعمنا بالاشتراك نتاعو، وتبعونا في الفيديو.
المهم رانا في المنطقة الساحرة هذه تشريرت. الجو يعني الجو رائع جدا كما راكم تلاحظوا، الطبيعة الخلابة يعني مناظر رائعة جدا. تقبلوا مني كل الشكر والاحترام، فقط ندعوكم لتدعيمنا بالاشتراك في القناة. اللي ماهوش مشترك في القناة يحاول يدعمنا بالاشتراك، ما تخسر والو، ولايك للفيديو. وتحية طيبة إلى كل الأصدقاء الكرام، إلى كل الفنانين، إلى كل أبناء المنطقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Рупанс. السلام عليكم. المحطة الأخيرة، رانا في وسط جبل تشريرت. ما عندي واش نحكي لكم أمام هذه الطبيعة الساحرة، يعني مكان يستحق نحافظوا عليه بزاف. ونصيحة يعني أو نداء إلى الشباب والعائلات اللي راهم يجيو هنايا، من فضلكم حافظوا على نظافة المكان. يعني اللي يجي هنايا يحاول ينظف المكان تاعو، لأنه المنطقة هذه راهي منطقة يعني منطقة نتاع خير، منطقة نتاع تاريخ، منطقة نتاع سياحة. وباش نعرفوا يعني بالمنطقة نتاعنا،
هذه هي الجوهرة المنسية، جبال قطيان اللي هما كما ذكرت نورمالمون تصنف كحظيرة وطنية وكمحمية عالمية. دائما وجهوا رسالة للمسؤولين انهم يعطيوا نظرة للمكان هذا وللمنطقة هذه، المنطقة الثورية، المنطقة التاريخية. وفي الأخير نخليكم مع هذا الجمال الساحر، مع الطبيعة الساحرة. تفرجوا يعني اللوحة الفنية الرائعة اللي أمامكم هنا، مناظر يعني خلابة. وفي الأخير ما تنسوش تدعمونا لايك للفيديو، والسلام عليكم. كما راكم تلاحظوا ديما، والله يعجز اللسان عن التعبير، المنطقة هذه راهي منطقة ما نقدرش نوصفها، يعني منطقة ساحرة، منطقة ما عندي ما نقول. لكن للأسف الشديد الله يجنب. هي نهاية الفيديو نتاعنا، نتمنى منكم ان شاء الله انكم تدعمونا، ما تنساوش اللي ماهوش مشترك في القناة يدعمنا بالاشتراك نتاعو والضغط على زر الجرس لكي يصلكم اي جديد. شكرا لكم. لايك 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 للفيديو.